طلعت جات سبخة. اها قسم بالله كيما شفتوا بعينكم يا جماعة ما تبعونيش، ديروا غير غرفة صغيرة تعمل، انا راني عميتها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم رايح ندير طمينة. بلاك يجي في بالكم الطمينة هذيك الحلوة، طمينة زيرية، نو هذه تختلف عليها تماما. هذه راح ندير فيها في بيضات ودشيشة اللي هي السميد الخشن، يكون خشن بزاف، كاس تاع الشيشة وثلث كيسان تاع ماء وزيت الزيتون بطبيعة الحال، والله الزبدة ثاني كي تجي بالزبدة سيرتو تاع البكري تجي هايلة. وشي هو ثاني ونديرها شوية ملح وشوية فلفل. نبدا ندير في الماء هذاك، بون نشعل قبل، ندير الكيسان تاع الماء ومن بعد ندير البيضة الأولى، دوزيام، تروازيام. ندير نص مغرفة كبيرة ملح، ملح على حساب نقو، وندير بين زوج ثلاث مغارف كبار زيت الزيتون. أنا نحب زيت الزيتون، نكثر فيه كلش. ونحرك البيض هذا ني طيب باش ما يلصقش. نحل هذاك الصفار، ما نرحيهش وفي نفس الوقت ما نخليهش كتلة كبيرة، تما نخليه يكون مارس متوسطين، ما هم كبار ما هم صغار، حتى نغلي الماء هذا. ومن بعد ندير الشيشة. قريب نسيت الفلفل. ندير مغرفة ونص كبار ولا زوج باش يجي حار. ونحرك باش يتحل هذاك الفلفل مع الماء. هذه الطمينة هذه يديروها في البرج، في شمال البرج يعني القبائل بالتحديد، العرب والله ما على بالي لا يديروها ولا ما يديروهاش، الله أعلم، ما هانيش شايفها أنا في جوايا أخرى. كي بدا يغلي الماء هذاك نهز هذه الشيشة ونرشها كيما هكا بهذا الطريقة هذه فوق باش يمشي. درك واش لازم ندير؟ نقص النار وبعد نبدا نقلب، في نحرك فيها بشوي، نقلب حتى الشيشة هذيك تشرب الماء ينشف، ونبقى نقلب فيها باش ما تتحركش. وبهذه الطريقة راهي طابت كيفاش يسموها الطمينة هذه. كان اللي يحب يزيد ينشفها أكثر من هكا، وكان اللي يحب يخليها شوية مش جارية صح، مش ناشفة مليح. انا كيما راهي بيرفكت بالصحه والهنا.